السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج برفقة والدي. هذا البرنامج العائلي بامتياز يتضمن فكرة جميلة قائمة على استضافة أحد الآباء مع أبنائه. نقوم بجولة بأحد الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية، يتخللها فقرات متنوعة وفعاليات مشوقة. خلونا نتعرف في المكان اللي راح نكون متواجدين فيه في هذه الحلقة، ونتعرف أيضا على العائلة. الله على هذا المكان والطبيعة الخلابة. أكيد مشاهدينا اللي قاعدين تشوفون الأشجار هذه خلفي، وهي الأشجار الشهيرة في مدينة كلباء، أشجار القرم. نحن اليوم موجودين في مركز خور كلباء لأشجار القرم، هذه المحمية الطبيعية المنفردة بخصائصها اللي تم افتتاحها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة منذ عامين تقريبا. راح نتعرف أكثر على هذا المكان والمرافق اللي طبعا يحتويها ويتضمنها، لكن قبل هذا كله خلونا نرحب ونتعرف على ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. مرحبتين دكتور. مرحبتين الحبيب. حيا الله ابو يوسف. حياك الله الله. كيف الحال دكتور؟ شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامه. سعيد. اخبارك طيب؟ طيب الحمد لله. مرحبا البطل. السلام عليك. عليكم السلام. عليكم السلام، شو اخبارك؟ شو اسمك انت؟ هزاع جمال محمد. والنعم يا هزاع، ساعتك حلوه هزاع. وين مشترنها؟ بابا مشترنها؟ ايوه. وايد حلوه، بعدين باخذها عنك اخر الحلقه زين؟ اوكي. تعطيني ولا بتعطيني؟ بعطيك. وانت شو اسمك؟ عاشة. والنعم يا عاشة، شو اخبارك يا طيب دكتور؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله فرحان. الحمد لله على سلامة الوصول. الله يسلمك الغالي. ونرحب فيك في هذا المكان الجميل وهذه الطبيعة الخلابة الحلوة. طبعا اكيد راح نتعرف على هذا المكان اكثر. وانا متشوق ان شاء الله اخوض تجربة معاكم. نحن سعد والله. برفقة ابنائك يعني. نحن سعد. برفقة الوالد. وعندنا فضول كثير نشوف هذا المكان، نحن سمعنا وقرأنا، ولكن اليوم ان شاء الله باذن الله راح نطبق ما سمعنا وما قرأنا على أرض الواقع، وراح ننشر إن شاء الله اللي نشوفه هنا للعالم إن شاء الله بإذن الله. بإذن بالبداية دكتور خبرنا، من هو الدكتور جمال؟ أخوك الصغير جمال محمد النقبي، الحمد لله حاصل درجة دكتوراه في علوم قانون وسياسة، وكذلك الحمد لله عندي من الأبناء الله يحفظهم 11 ابن ما شاء الله الحمد لله، وعميد متقاعد من شرطة أبو ظبي ما شاء الله، ومهتم بالثقافة والأدب والقراءة والحمد لله. جميل. حياتنا جميل. حلوة الحمد لله. وهزاع أصغر واحد؟ هزاع لا بعده. بعدها؟ كان هزاع. أنت صف كم هزاع؟ صف ثاني. صف ثاني، شاطر في المدرسة؟ أيوة أكيد. أيوة. شو تحب في المدرسة هزاع؟ الرياضة. جميل. وأنت يا عاشة صف كم عاشة؟ صف تاسع. صف تاسع، ها؟ شو تحبين عاشة؟ أحب رياضيات والإنجليزي. أنا سمعت أن أنت تحبين الإعلام بعد. إيه. شو تحبين من الإعلام، تلفزيون ولا الإذاعة؟ تلفزيون. والإذاعة؟ أحبها بس بعد جميلة. هي الإعلام بشكل عام تجربة جميلة، مثل ما احنا اليوم موجودين أيضا تجربة إعلامية، تشوفين الكاميرات وتشوفين التصوير وكواليسه مختلفة. إن شاء الله تعجبك هذه التجربة وتشوفها إعلامية مميزة إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله. إذن بعد ما تعرفنا على عائلة الدكتور جمال النقبي وأبنائه هزاع وعاشة، راح نتعرف أكثر على مركز خور كلباء لأشجار القرم عن قرب أكثر من خلال طبعا زيارتنا لهذا المكان. جاهز دكتور؟ مستعد. جاهز هزاع؟ أنا والأبطال إن شاء الله جاهزين. عاشة جاهزة؟ جاهزين إن شاء الله. يلا مع بعض ونشوف هذا المركز. يلا بسم الله. نحن موجودين حالياً في داخل المركز، وطبعاً معانا عائلة الدكتور جمال النقبي. حياكم الله. وأيضاً نرحب بالأستاذ سيف. أهلاً وسهلاً، نورتوا المركز. حياك الله سيف القائد، إن شاء الله راح يكون معانا مرشد في الأماكن والمرافق اللي راح نزورها داخل المركز. رحب فيكم في مركز خور كلباء لأشجار القرم. طبعاً عندنا هني منطقتين، اللي هي أول شيء منطقة فوق المدية وثاني شيء تحت المدية، شجرة القرم. هاي طبعاً بالنسبة للجولة الداخلية، وعندنا جولة خارجية بتشوفي عايشة اللي هو طير رفراف مطوق العربي، بتشوفوا غزالة الريم، بتمروا في ممر بين غابات أشجار القرم.
أنا سامعة عنه بس ما عمري شفته، فأبى أشوف اليوم. جميل. أنا بس أنت قلت فوق المادية وتحت المادية، شو الفرق بين فوق المادية وتحت المادية؟ فوق المادية هي الحيوانات اللي تعيش فوق سطح الماء. جميل. تحت المادية الحيوانات اللي تعيش مثل الأسماك تحت سطح الماء. ما في قرش حق هزاع؟ أنت تخاف من القرش؟ لا بس أخاف يعظني. لا ما أنا عليك، القرش صديقي، زخة من ذيلتي وييبه. نحن في منطقة فوق المادية، الحيوانات اللي تعيش فوق سطح الماء مثل سلطعون الطين، سرطان المنادي، عندنا بعد سمكتنا الطاطين، هي السمكة لما تحس بخطر تنط فوق غصون الشجر. ما شاء الله المركز أخوي سيف يعني محافظ ومهيئ البيئة الطبيعية للأسماك. هي نعم. يعني احنا نشوف حتى المكان مظلم. هي. بحيث ان النظام البيئي للسمك ما يتغير عليها. طبعا هذا معظم الأسماك موجودة عندنا دكتور في بيئتنا البحرية المحلية، خاصة الهامور. طبعا هذا السمك لما نمسكه في البحر نيبه ونحطه في أحواض خارجية لما يتأقلم على المكان بعدها نحطه هنا. أنا عندي سؤال مهم، هل أسماك تقدر تعيش في الماء الحلو والمالح ولا بس الماء الحلو؟ هذه السمكة ممكن أنها تعيش في الماء الحلو والمالح. معقولة؟ هي. سبحان الله. هي السمكة الوحيدة تقريباً. إحنا راح ننتقل في مكان مختلف من هذا المركز ونتعرف على باقي المرافق الموجودة في جولة مع عائلة الدكتور والأخ سيف. حياكم. هزاع تبى تشوف السلحفاة؟ ايوه. شايف السلحفاة قبل في الماي ولا ما شايفنها؟ هذه طلعت تتنفس توها. خبرنا اخوي سيف كيف يتم الاعتناء بالسلاحف والاحواض المائية هذه الخارجية؟ بالنسبة للسلاحف طبعا نحن كل هذه منقذات نيبها هنا نعطيها الغذاء ونهيئ لها المكان. طبعا بعد ما تتشافى اذا كان فيها شيء نرجعها، بس في مثل هذيك السلحفاة فاقدة زعنفتها راح تتم عدنا. لين كم عمر تعيش السلحفاة؟ العمر أو أكبر عمر ممكن تعيش فيه السلحفاة توصل لأكثر من 200 سنة. ما شاء الله. سبحان الله. بعطيكم معلومة عن السلحفاة. أيه. السلحفاة وين تفقس أيه. ترجع تأخذ لفة حول العالم وترجع تبيض في نفس المكان. حمل الأجواء الحارة الباردة تغيرات المناخية تمر على كل العالم. سبحان من الله. الغرب للشرق. سبحان الله. هذا الغراب السقرطي. طبعا هذا صغير وهذا الكبار. شوف هزاع يعني ولدن فاتحين اللون ويغمجوا على كل ما كبروا. يلا حط يدك هزاع. انا متى هم يتفاعلوا دائما مع الزوار؟ مع الزوار لان هذا اغلبهم متربين عندنا منهم. تمام. هذا يقدر يسبح في الماي؟ هي هذا دائما يوم يصطاد السمك يسبح في الماي عشان يتغذى. شو رايك تروح عندهم؟ تروح عندهم هزاع؟ ما تخاف من الطيور؟ تخاف من الطيور ولا ما تخاف؟ اكو يقول هزاع. وليش صوته شيء؟ كل طير له صوته يميزه. نعم سبحان الله. سمعت الصوت كأنه ضحكت. هزاع هناك شوفها فوق الشجرة. أحس إنه نايم ولا يدور أكل ولا سرحان ولا مستانس. أنا أتوقع مستانس. ليش؟ لأن شي قاعد مرتاح. ما شاء الله عليه. شو رأيك عشان ناخذ طير من هالطيور واحد منهم نخليه في البيت نربيه؟ لا أحسن يتموا هني لأنهم أول شيء نادرين وبعد المكان هني
متخصص حقهم. صح، من أندر الطيور الموجودة حول العالم موجودة في هذا المركز، واليوم يحافظون على تكاثرها ويحافظون على البيئة اللي تعيش فيها. يعني تشوف هزاع، تشوف عواش، ما تشوفونه في أي مكان في العالم إلا هني في خور كلبة. يا سلام، وصلنا لهذا المكان اللي طبعاً كله عبارة عن نجار القرم، وداخل أعماق المكان المحمية في هذا المكان. ما شاء الله. أبا، هل الأشجار يعني كيف تشرب الماء؟ الماء الحلو ولا الماء المالح؟ والله أتوقع حبيبتي إن ماء العذب أتوقع يعني، لكن ماء مالح خلنا نتأكد من المرشد. شو سألت عايشة؟ إن الأشجار هني تشرب ماء حلو ولا ماء مالح؟ كل شجر القرم تشرب ماء مالح. آه. وعندها جذور اللي اسمها الناموتوفورس، جذور لا هوائية. شوفوا هالأشياء اللي طالعة، هي المسؤولة عن سحب الماء المالح وتنقيته. سبحان الله. عشان يروح للشجرة. كيف يا عايشة وهزاع، مستانسين على المكان؟ أيوة، مكان وايد حلو، ويعني الطبيعة وايد حلوة مني، يعني ما شفت قبل مكان نفس جميل. يا سلام، يلا تفضل يعني نكمل الجولة. جميل، نكمل جولتنا. وصلنا تقريبا لنهاية جولتنا في هذا المكان وهذا المركز. شو رأيك دكتور في هذه الجولة؟ الحمد لله استمتعنا بهالجولة. أبي حصل جزاه الله خير، ما قصر معنا الأستاذ سيف. كل سيف نعم، ما قصر معنا في كل نقطة، جزاه الله خير. معلومات أول مرة سمعناها. الشيء الآخر الجميل، الهواء الطبيعي، سبحان الله، الأكسجين الطبيعي اللي كان موجود في هذا المكان. صحيح. في معلومة بخبرك إياها من دام قلت، تعرف أن غابة القرم تخزن أكثر من 625 ألف طن كربون في السنة تحت جذورها، فمن كذا هي تساهم بشكل كبير الحفاظ على البيئة. يعني محظوظين نحن اليوم هنا. هي نعم، وهذه فائدة المحميات الطبيعية الموجودة. استانست هزاع معنا؟ ايوه. عايشة استانستي؟ ايوه. بتقولين لصديقاتك تعالوا زوروا المكان؟ ايه. إذن احنا ايضا يعني نهينا جولتنا في هذا المركز، ولكن راح تكون عندنا محطة أخيرة إن شاء الله مع عائلة الدكتور وأبنائه. نشكر أخونا سيف على هذه الجولة الله. الجميلة. أسعدتونا بزيارتكم. نشوفكم على خير إن شاء الله في المرات اللي جاية. شكرا لك، الله يحفظك. صحة العافية. إذا نستكمل جولتنا في محطتنا الأخيرة. استمتعت معك دكتور مع العائلة، مع أطفالك الطيبين، مع هزاع، مع عاشة؟ والله نحن صراحة استمتعنا أكثر بوجود مثل هذا المكان المتكامل. نعم. صراحة الواحد يعني دائما يكون يحرص وجوده لهذه الأماكن، يعني يستفيد عدة أشياء من ضمنها السياحة المعرفية، في نفس اللحظة السياحة التسويقية. نحن لازم نسوق للأماكن الجميلة في منطقتنا. هزاع، استانست اليوم؟ أيوه. بتي مرة ثانية هذا المكان؟ أيوه. إن شاء الله. عايشة استانست في هذا المكان؟ هي، وبشكر الشيخ سلطان اللي سوى هالمكان لأنه وايد حلو والناس تستمتع فيه. شو أكثر شيء عجبك في هذا المكان؟ داخل وين كان فيه الأسماك لما تعلمنا. صحيح، جميل. إذن من هذا المكان الجميل وهذه الطبيعة الخلابة مع العائلة الأجمل أيضاً. وأنت الأجمل. على الدكتور جمال النقبي وهزة وعاشة. نحن طبعاً راح نختم هذا المكان من هذا المطعم، نطلب أكل طبعاً راح نستمتع فيه إن شاء الله. يا سلام. وقبل لا نختم نأخذ لنا صورة للذكرى. يا سلام. في برنامج برفقة والدي راح ناخذها ان شاء الله مع بعض. يلا نشوف. يلا هزاع. يلا هزاع وعاشة والدكتور. يا سلام. واكيد راح نلقاكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج برفقة والدي. في امان الله.